وذكر الحجاج خبر مسير المستنصر العباسي إلى بغداد لاستردادها من المغول. فمضى ومعه السلطان الظاهر بيبرس المملوكي ودخل دمشق. ثم سار الخليفة المستنصر بجيش متوجها إلى بغداد، ومعه صاحب سنجار وصاحب الموصل وفي عانة بايعه حاكمها وجمع من الناس، ووصل إلى حديثة فاستقبله أهلها وفتحوا له المدينة. ثم حضر هيت والدور، وبعدها جرت معركة بين المغول وعسكر الخليفة قرب بغداد، وقاتل المستنصر بشجاعة حتى يسر لأصحابه الفرار من حصار المغول، ثم قتل في أوائل المحرم.